أفخم مشاريع ترابزون، مشروع قاطشنا، مشروع فخم جدا، مشروع يمتاز بالخدمات المميزة اللي موجودة فيها، مشروع ما شاء الله تبارك الله تجربات يعني شيء جميل جدا. لو تلاحظوا زي ما انتم شايفين مجمع موجود فيه خدمات كثيرة، منها ملعب أطفال، جلسات عائلية، ملاعب رياضية، مساحات خضراء، حديقة، مسبح مفتوح 250 متر مربع، 50 متر مربع للأطفال، 200 متر مربع للكبار. عندنا كافيتيريا، صالون فتنس، ساونا. عندنا الطرف الكامل للمجمع أو مضمار كامل للمجمع، ممشى خاص فيها، مجمع مخدوم بكل الخدمات، مواقف مغلقة لكل شقة، مواقف مفتوحة. عندنا جنريتر إذا انطفت الكهرباء لا سمح الله، موجود مولد كهربائي، بالإضافة إلى خزان يخدم المجمع ككل إذا انقطعت الموية. المسافة بين المجمع والشارع العام زي ما احنا شايفين مسافة قريبة جدا، تقريبا 30 متر. عندنا أيضا جواهر مول قريب من المجمع، أيضا مقابلنا أيضا جواهر مول 3 دقائق، بالإضافة إلى قربنا عن المطار 5 دقائق والميدان 10 دقائق. نديكم تفاصيل كاملة عن الشقة، تعالوا معنا نشوف تفاصيل الشقة. عندنا في الدور الواحد شقتين، شقة يمين وشقة يسار، وأيضا مصعدين، المصعد يسع تقريبا إلى 10 أشخاص. أول ما نخش الشقة زي ما شايفين المساحة هذه هون أو موزع للغرف. نجي هنا على اليمين المطبخ، مساحة المطبخ ما شاء الله تبارك الله مساحة جيدة، إطلالتها على البحر، لو نلاحظ الدواليب فاخرة جدا، بالكوندي وجودة عالية، في مخرج أيضا للبلكونة، وأيضا من الصالة مخرج آخر، يعني بلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة. نطلع من المطبخ نجي هنا على الصالة، ما شاء الله تبارك الله مساحة الصالة كبيرة وشرحة، ما لازم تكون مصرفية وما فيها تمديدات ليد، بالإضافة إلى تمديدات المكيف موجودة في الصالة وفي غرفة النوم. التدفئة أيضا مركزية بتركب هنا أيضا الترفيع، مخرج للبلكونة ما شاء الله مساحة البلكونة كبيرة كغرفة، زي الواحد يقدر يعتبر البلكونة كغرفة، نقفل الزجاج وخلاص، إطلالة رائعة جدا على المدينة وعلى البحر، شيء روعة روعة ما شاء الله. نكمل تفاصيل الشقة، نطلع من المطبخ قصدي من الصالة، نجي هنا على الغرفة الأولى، مساحة الغرفة جيدة ما شاء الله تبارك الله، تعتبر المنطقة هذه منطقة خاصة للضيوف. نجي هنا بعدين منطقة خاصة بالأسرة، نجي هنا الحمام الأول وانتم كرامة، نجي هنا على الغرفة الثانية مساحتها أيضا جيدة، وهنا الحمام الرئيسي اللي يخدم كامل الشقة، دولاب ما شاء الله تبارك الله، ومروش وكلوزت. مقابلها الغرفة الثالثة لها بلكونة صغيرة، إطلالتها أيضا على البحر، نجي أخيرا على غرفة النوم الرئيسية الماستر، غرفة الماستر لها حمام خاص بها، لو لاحظ مساحة غرفة النوم ما شاء الله تبارك الله مساحة كبيرة مشرحة ما شاء الله تبارك الله، الأرضية كلها باركين، الهول سيراميك، غرفة النوم الرئيسية لها بلكونة خاصة فيها أيضا، إطلالتها من الخلف على الطبيعة. في ميزة للشقة، جميع وحدات التكييف أجهزتها مركبة من الخلف،
يعني زي ما احنا ملاحظين موجودة في الحلق، يعني ما نتضرر بوجود الأجهزة التكييف في البلكونة عشان حرارة الأجهزة وطلالة غرفة النوم من الخلف على الطبيعة. في منطقة هنا منطقة خاصة بالغسيل، حاطين غرفة صغيرة للغسيل، نحط دواليب خاصة، أرفف ونحط غسالة ومخرج الطوارئ من غرفة الغسيل. الشقة أربع غرف وصالة مساحتها 192 متر مربع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.